صباحكم الله بالخير. بسوي طريقة بامية بالزيت، هاي بامية فريش نظفتها وحط عليها حوالي طماطتين ثلاث، حط عليها ملح. هذه ممكن تسوونها على فاصوليا، أنا سبق صورتها سويتها على فاصوليا، أي نوع خضرة فريش. ملح، وراح نحط كركم، ترى الحين أنا مو على النار، ها شوفوا، وفلفل أسود، ها كله على بعضه، وبعدين أحطه على النار، أحط ماي شوي عليه، ماي حار، حطيت عليه شوية ماي حار مو وايد لأنه هو أساسا راح يطلع ماي، خلطته وحطه على النار. بعدين راح أحط عليه العلوب، اثنين فلفل وثوم، حوالي 5 فصوص وبس وسلامتكم. الحين راح أسكر عليه، حطيته على النار وأسكر عليه الغطاء، تمام. بعدين أحط عليه علوب الفلفل والثوم وشوية زيت زيتون، يطلع عجيب مثل المطاعم. هذه البامية ما شاء الله خلصت، ما يبي لها شيء. طبعا مثل ما قلت لكم حطيت عليها فصوص ثوم بعد، وهذا الفلفل كأرده عشان أزين فيه، وحطيت شوية آخر شيء زيت زيتون، بس فقد ما مع حمص متبقى.